اهلا بيكي يا هدير، شكرا ليكي، اهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد ووقفتنا الرياضيه. خلينا نبتدي على طول مع بعض مع فريق الانتاج الحربي اللي حقق بالامس فوز على فريق حرس الحدود بنتيجه 3-1. واحنا لسه في الدوري المصري وفريق الاسماعيلي اللي نجح انه يقتنص نقطه التعادل من سموحه. النهارده هتتلعب مباراه مصر المقصه وبيراميدز الساعه 8 بالليل على استاد عثمان احمد عثمان في الجبل الاخضر، ومواجهه هتكون كبيره بين الفريقين. هيدخلها المقصه بمعنويات منخفضه، وده بعد ما خسر قدام ام بي بنتيجه 1-0 في الجوله الاخيره للمسابقه. خلينا بقى نتحول للجهاز الفني والاداري والطبي للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي واللاعبين في الفريق. اللاعبين كلهم حضروا وكرموا ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكل مخطط الاحمال البدنيه، وده بعد ما انتهت مهمه الجهاز بشكل رسمي مع الفريق برحيل السويسري روني فايلر المدير الفني للفريق وتعيين بيتسو موسيماني. نتحول بقى لبرضو بيتسو موسيماني وفريق الأهلي اللي احنا لسه مكملين معاه بعد توليه رسميا تدريب قيادة الفريق بعد استقبال حافل من إدارة النادي الأهلي وكمان اللاعبين. نسيب الجبلية ونتحول ونروح لميت عقبة والمدير الفني للزمالك باتشيكو اللي بيستعد دلوقتي لمباراة سموحة في دور الـ16 لكاس مصر واللي هتلعب يوم الاثنين اللي جاي. باتشيكو طلب من اللاعبين انهم ينسوا تماما مباراة المصر ويركزوا في مباراة سموحة لأن مباريات الكاس ما بتقبلش الاسم على 2 ولازم يحققوا الفوز فيها. منتخب مصر ومحمد بركات مدير منتخب مصر الأول اللي أكد أنه بيتم التنسيق بشكل كامل مع السفارة المصرية في توجو، وده للاتفاق على كل ترتيبات إقامة وتدريب المنتخب قبل مباراة ذهاب المنتخب مع توجو وبعدها مباراة العودة في فترة التوقف الدولي من 9 ولحد 17 نوفمبر الجاي في تصفيات أمم أفريقيا 2022. خلينا بقى نتحول للكرة العالمية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج واللي أعلنت عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في البريمير ليج خلال شهر سبتمبر اللي فات، واللي مرشح ليها فخر العرب محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وده بعد ما سجل 3 أهداف في مباراة واحدة في الجولة الأولى قدام ليدز يونايتد. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن بالأمس إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا. النهاردة هيقابل فريق تشيلسي فريق كريستال بالاس على ملعب ستانفورد بريدج في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقات الدوري الإنجليزي. بيحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وكريستال بالاس بيحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط. أما بقى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أشاد بالمدرب الأرجنتيني ماسيلو بيليسيا مدرب ليدز يونايتد، وده قبل مواجهة الفريقين النهاردة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء إن مدرب ليدز من أكتر المدربين اللي هو معجب بيهم في مجال كرة القدم ومن أكتر المدربين الجديرين بالثقة من ناحية تعامله مع الفرق، شخص فريد من نوعه ومباراة النهاردة هتكون صعبة. قد إيه روح جميلة بين المدربين. نتحول بقى للنجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون اللي تعافى من الإصابة العضلية اللي عانى منها خلال الفترة اللي فاتت وتسببت في غيابه عن المشاركة في المباراة الأخيرة، قال كمان أنه هيكون جاهز للمشاركة في مباراة فريق ساوثهامبتون اللي هتتلعب بكرة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. فريق فيورنتينا خسر قدام ضيفه فريق سامبادوريا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم بالأمس. النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني قال إنه سعيد بحصوله على جائزتين لأفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا خلال الموسم الأخير، ووجه كمان رسالة لجمهوره بعد فوزه بالجائزتين وقال ما تبطلوش تحلموا عشان تعرفوا تحققوا أحلامكم.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أعلن السماح بعودة الجماهير للملاعب بنسبة 30% من ساعة الاستاد خلال مباريات الأندية والمنتخبات اللي بينظمها اليويفا، لكن ده هيتم بشرط موافقة السلطات المحلية في كل الدول من الدول المضيفة. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن فقراتنا في صباح الخير يا مصر لسه مكملة. نطلع فاصل ونرجع نستكمل باقي حلقتنا مع هدير.